هناك صوم القلوب عن التفكير في الذنب، عن التطلع للحرام. صوم عن الحسد، عن الحقد، عن الغش. صوم عن كل خاطرة يكرهها الله لقلب المؤمن، أي خاطرة. صوم عن الاشتغال بالتفكير المضر. صوم عن هيبة العباد. صوم عن إكبار النفس لمن لا يكبره الله، عن استصغار النفس لمن يكبره الله تبارك وتعالى. هذا صوم قلب، وهو أعلى من الصوم مرتبة من المرتبتين السابقتين.